Najaf is considered sacred by both Shia and Sunni Muslims. The city attracts millions of pilgrims across the Shia Islamic world. It is estimated that only Mecca and Medina receive more Muslim pilgrims. Today, the city thrives with pilgrims and tourists wishing to visit the holy golden shrine of Imam Ali, peace be upon him. يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. النجف لا نتكلم احنا عن مدينة، انما نتكلم عن هذا المكان الذي يضم جدث وضريح امير المؤمنين سلام الله عليه وما يوحي به من شرف ومن أنه باب مدينة العلم ببركته. النجف هي أرض منبسطة منفتحة عبارة عن مرتفع، وهذا المرتفع يطل على منطقة مائية واسعة كبيرة أطلق عليها الجغرافيون والمؤرخون اسم بحر النجف، أحياناً بحر بانقيا أيضاً يسمى، بحر الحيرة كذلك يسمى. حقيقة النجف لها تاريخ قبل الإسلام ولها تاريخ حافل بعد الإسلام. تاريخ قبل الإسلام كان يعني بين مدينتين أو يعني بجوار مدينة كانت عاصمة للمناذرة ملوك الحيرة، وهم أول كيان عربي شبه مستقل نشأ في العراق. النجف كانت متنزها، قد يستغرب المشاهدون أن النجف كانت مصيف لملوك الفرس الأكاسرة ولملوك المناذرة، واستمرت حتى خلفاء بني العباس حتى أيام الرشيد. أذكر قصة أن لأنه كان تنبت فيها في الربيع الزهور والحمراء فتسمى خد العذراء، يعني أحد ألقابه. كانت يعني أول بنية بنيت في هذه الأرض هي لنديمي النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فدفنهما في النجف وبنى عليهما بناء، هذا البناء يسمى الغري. In many narrations it is mentioned that most prophets, if not all, visited this holy city. And some narrations also suggest that many prophets are buried in Najaf, including Prophet Adam and Prophet Noah, who were buried on either sides of Imam Ali. May peace and blessings be upon them all. Ibrahim al-Khalil, وهو في طريقه من أرض بابل في طريقه إلى الشام بعد أن نادى بالتوحيد، نزل في بانقيا ثم اتجه إلى منطقة النجف، ومنها سافر إلى بلاد الشام. بالمأثور الديني أن في الطوفان الذي حصل أن نوح عليه السلام وقف على هذا المرتفع، وكانت السفينة ضمن المنطقة المائية، وحسب ما ورد من تفسير سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وهذا كلام ابن نوح، يعني وقف على هذا المرتفع هو وأصحابه. النصوص تشير أن بالطوفان نوح نقل عظام آدم من مكة ودفنها في أرض الغري في أرض النجف، ولذلك أن وفق مأثورنا الديني أن الإمام علي عليه السلام دفن بين ضجيعيك كما يشير النص
بين ضجيعيك آدم ونوح وبين جاريك هود وصالح. It was in the city not so far away called Kufa where Imam Ali, peace be upon him, was struck and wounded by the assassin Ibn Muljim. And it was Imam Ali himself who instructed his followers to strap his body to the back of a white camel, and where the camel stopped, to dig his grave. It was therefore on this blessed land where the blessed shrine was built, a site of pilgrimage for the Shias and home to many of their spiritual and political leaders. The holy shrine is housed in a grand structure which features a splendid golden dome, spectacular minarets, grand doors, and many precious objects placed on its walls. The holy shrine itself went through many different stages of redesign and building. The golden dome and minarets were only erected during the Safavid period, approximately 500 years ago. Nearby is a land known as Wadi Salam, a cemetery which is considered to be one of the largest in the world. It contains the tombs of several holy prophets, including Prophet Hud and Prophet Saleh, peace be upon them, as well as many devout followers of the religion from around the world who wish to be buried here, so that they can be raised alongside Imam Ali, peace be upon him, on the Day of Judgment. والإمام عليه السلام حينما اتخذ الكوفة عاصما كان يخرج بين وقت وآخر من الكوفة إلى اتجاه هذه المنطقة وبصحبة بعض الصحابة حتى أنه كان يمر بمنطقة اسمها الثوية والثوية هي مقبرة لأهل الكوفة تقع خارج خندق الكوفة كانت هذه النجف مرتفعة فلذلك أهل الكوفة كانت مدافنهم في هذا يدفنون قريب يعني في ظاهر الكوفة اللي هي النجف لأن السيل لا يستطيع أن يصل إلى هذه المقابر مرتفعة فمرة يذكر أحد المؤرخين أن أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه خرج خارج الكوفة فكانت يبدو أيام الربيع أو كان نسيم عليل يأتي منها فقال ما أجمل ريحك وما أطيب أرضك اللهم اجعل قبري فيها الحقيقة أن التطور الذي حصل سواء تطور عمراني أو تطور فلكي معين ولذلك أن تصميم المرقد الشريف قد يكون له انفرادية يعني لو أخذنا تصاميم العتبات المقدسة كلها سواء في العراق أو خارج العراق لم نجد يعني شبيه بالتصميم الصحن الحيدري الشريف أبدا وهذه كنقطة يعني أيضا مهمة ويمكن أن نعطيها هذه الصفة الانفرادية Over the centuries, numerous schools, libraries and convents were built around the shrine to make the city the center of Shia academia and theology. But the holy site was first known to followers of Imam Ali during the time of the sixth holy Imam, Ja'far al-Sadiq, nearly 80 years after the martyrdom of Imam Ali, peace be upon him. حاول الحجاج اللعين نبش قبر أمير المؤمنين وبقي الأمر مكتوما حتى بدأت الدولة الأموية تتخلخل في عهد مروان بن محمد آخر ملوك الأمويين سقطت الدولة الأموية الإمام الصادق قصد العراق ووقف عند هذه المنطقة وله أيضا مؤشرات خططية رائعة أول مخطط حينما خرج من الكوفة
وقف في منطقة وطلب من أصحابه أن يصلوا ركعتين، فلما أتموا الصلاة قيل له: ما هذه الصلاة لمن؟ قال: هنا وضع رأس الحسين عليه السلام وهو في طريقه إلى الكوفة ومنها إلى الشام. وما زال هذا الأثر باقي إلى يومنا هذا. لما اجتاز الإمام عليه السلام منطقة الثوية تراءت له الذكوات البيض. ماذا تعني الذكوة؟ الذكوة المنطقة المرتفعة من الأرض وبها دراري تلمع إذا سطعت عليها أشعة الشمس، ولذلك تسمى هذه الدراري در النجف، وما زال هو مشهور ولحد الآن في منطقة البحر تستخرج هذه القضايا. فتراءت الذكوات البيض على اعتبار منطقة مرتفعة والأرض خالية من السكن، فوقف بين الذكوات فقال لأصحابه: صلوا هنا ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني ست ركعات. فلما سئل قال: هنا آدم وهنا نوح وهنا علي بن أبي طالب. فبنى أول بنية على هيئة دكة. Narrations also suggest that the Abbasid Caliph Harun al-Abbasi later discovered the holy tomb of Imam Ali, and he ordered his men to build a mosque around the holy burial site. فالرشيد هارون كان كلما يرسل كلب الصيد إلى ضباء تذهب إلى مكان مرتفع قليلا وتجلس عليه فيرجع كلبه. استغرب، يعني تكررت الحادثة أكثر من مرة، فقال: هل في هذه المنطقة من رجل كبير يعرف فيها؟ فجابوا له رجل كبير السن طاعن، قال له: ما قصة هذا المكان؟ يعني هو كان خايف، فقال له: أو تأمنني؟ قال له: أعطيك الأمان. قال له: هذا قبر ابن عمك. قال له: من؟ فقال له: علي بن أبي طالب. This led to the first growth of inhabitants in the city. The few followers of Imam Ali wished to spend their life next to his holy mosque, and it was during the Buwayyids period when more people began to flock towards Najaf. البويهيون على اعتبار كانوا بيدهم السلطة السياسية في عصر الدولة العباسية، فبدأ التوسع بشكل كبير، وكان يعني سماح السلطة أو تهيئة السلطة للناس بالسكن، بدأت أفواج من الناس تأتي إلى هذه المدينة وإلى هذه المنطقة، وعضد الدولة البويه على اعتبار من السلاطين الأقوياء كان له دور ببناء المرقد وما يحيط بالمرقد، فبدأت المدينة. يعني يمكن أن أقول أن المدينة يمكن أن تكون من نهايات القرن الثاني للهجرة وبدايات القرن الثالث حتى مجيء عضد الدولة، بدأت كمدينة. As the burial site of Shia Islam's second most revered figure after the Holy Prophet Muhammad, the shrine of Imam Ali is considered by the Shias to be a very important site. And the city has therefore played a vital role in the development of the Shia doctrine and its teachings. أدنى نظرية المرجعية أو في الواقع مبدأ المرجعية وليس نظرية. مبدأ المرجعية بدأ من التوقيع الرفيع الصادر من صاحب الأمر الإمام محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه لدى وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري. فقد بدأ زعماء الشيعة وعلماؤها وسوادها يتساءلون: لما نرجع
وعلى ما نعتمد. فصدر التوقيع الرفيع. أما الحوادث النازلة وفي رواية الظاهر الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وفي رواية أحاديثنا، فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم، في رواية وأنا حجة الله فقط. من هالقبيل فيها هذه الرواية مقاربة النص في عدة طرق وأسانيد، يرويها الصديق الصدوق ويرويها الكليني وتروى في جميع كتبنا. يعني اختلاف ألفاظها معناها واحد، وشاهدنا منها النص بقوله فارجعوا منها هنا نشأ مصطلح المرجعية. وقد اهتمت النجف بأمور، أبرز هذه الأمور التي نذكرها الآن بشكل مختصر بنقطتين. النقطة الأولى يتمثل بالنجف والتعامل مع الأديان الأخرى، حيث كان للنجف فتعامل مخصوص مع الأديان الأخرى، تعامل الذي رسمه أمير المؤمنين هو التعامل مع الإنسانية، جعل الأديان الأخرى تعاملا إنسانيا. وقد تمثل هذا الأمر بمرحلتين أقدر أن أذكر. المرحلة الأولى الجانب العلمي لعلماء النجف، في هذا الجانب العلمي لهم المناظرات مع الأديان الأخرى، ولهم المراسلات مع الأديان الأخرى، مراسلات علمية مع الأديان الأخرى، ولهم رسائل قد ألفت في هذا الموضوع حول التباحث في أحقية الأديان والتسامح ما بين الأديان، وكذا العكس الأديان الأخرى مع علماء النجف. النقطة الثانية التي أريد أن أركز عليها الجانب الاجتماعي، حيث كان هذا الجانب الاجتماعي كما نراه عندما نسرد التاريخ أن هناك من أتباع الديانات الأخرى موجودة في النجف، أن يتعايش معها علماء النجف وأهالي النجف تعايش الأخوة والمحبة. مثاله الذي اليهود الذي كانوا يقطنون شنو في الكفل، حيث كان هناك عندهم حوزة علمية يدرسون ما يعتقدون به، وكان يذهب علماء النجف إلى هناك للتحاور ما بينهم، ولا يشكل أي عنف بهذه القضية، إنما تحاور فكري فقط. وهذه شواهد تاريخية موجودة على الكلام الذي نقلناه. هذا ينطينا أيضا صورة على أن بوادر أو بدايات الحركة العلمية في النجف كانت بالقرن الثالث الهجري، يمكن أن أقول اتسعت بالقرن الرابع، أصبحت في القمة في القرن الخامس عندما هاجر الطوسي إلى مدينة النجف في 448 هجرية. One of the first Shia scholars to take the city as his home was the great Sheikh al-Tusi, who fled his home city of Baghdad after sectarian tensions to the city of Najaf. He established what is known today as the Hawza, a religious seminary in Najaf, which has now grown to be one of the most important teaching centers in the Islamic world. Sheikh al-Tusi هاجر إلى بغداد وعمره 13 عام. درس عند الشيخ المفيد وألف بعض كتبه، عند كتابين بالحديث، هاي الكتب الأربعة عند الإمامية، الكافي للكنيني من لا يحضره، الفقيه للصدوق، الاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي. الاستبصار يبدو ألف قسما منه في زمن أستاذه الشيخ المفيد، لأن فيه بعض العبارات التي تقول مثلا طال بقاه مد الله في ظله،
وبآخرة بعض العبارات طاب ثراه أعلى الله مقامه، الأولى تعبيرا عن الحياة والثانية تعبيرا عن الوفاة، فهو إذن من النوابغ. بعد هذا حضر عند السيد المرتضى وأصبح خليفتهما المميز، وقد دانت له الرقاب في العالم الإسلامي، لأن موقف العباسيين معروف من أهل البيت ومن أولياء أهل البيت. الشيخ الطوسي كان هدفه توحيد كلمة المسلمين، فبدأ يدرس على المذاهب الخمسة، المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي والإمامي. بعد دخول طغرل بيق السلاجقة وهم جهل على عصبية، ما عندهم لا ثقافة لا علم سوى الانتقام، فعاثوا فسادا، أحرقوا هاي المكتب وأحرقوا، تعرضوا إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وكان الخليفة العباسي أعطاه كرسي العلم، كرسي العلماء، هذا ما يعطى إلا لأكابر العلماء، يعني رغم أن مذهب الشيخ الطوسي على خلاف مذهب الخليفة العباسي. فهجموا عليه وأحدثوا فتنة في بغداد بين كما يفعل الآن بين الشيعة والسنة، ودخلوا على بيت الشيخ أحرقوه وأحرقوا مكتبته، وفيها كانت كتبه الخطية، طبعا ذاك الوقت ما في طباعة، فبعد كتب مطبوعة يعني خاطة جديدة ما ملحقين يستنسخوها، فاضطر بعد ذلك أزاء هذا الوضع المتأزم أن يذهب إلى النجف. من كنت مولى فهذا فهذا لي مولى، من كنت مولى فهذا فهذا لي مولى، اللهم ولي ولي من والى، اللهم عادي عادي من عادى. When we know that Imam Ali alayhi salam, being the gate to the city of knowledge of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this is an authentic hadith narrated by all Muslims narrate that ana madinatul ilm wa aliyun babuha. So he, Imam Ali alayhi salam, was buried in Najaf, which is approximately 150-60 kilometers south Baghdad, not that far, or 100 miles. Yeah. So the shrine of Imam Ali alayhi salam there, and the spirit of Imam Ali alayhi salam, this was something to encourage Sheikh Tusi to migrate to Najaf. We know that according to the Sunni school of thought, there were six compilation of hadiths known as As-Sihah al-Sitta, or the six books, that all scholars, whether they are Hanafis, Shafi'is, Hanbalis, Malikis, when they have any reference after the Quran or even any elaboration of the Quran, they refer to a hadith of these six books. When we look at the Shia sources, we see that as early as the time of Kulayni, Saduq, and Sheikh Tusi, they had again collections of hadith known as Al-Kutub Al-Arba'ah, the four collections. Two of these were written and compiled by Sheikh Tusi. هنا ممكن أن أقول يعني الحركة العلمية زامنت مع هذا التوسع العمراني والكثافة السكانية،
بدأت المدرسة النجفية اللي نسميها اليوم باسم الحوزة العلمية قبل مجيء الشيخ الطوسي بأكثر من قرن، وانتشر علم الشيخ في الآفاق حتى كادت أن تقف حركة الاجتهاد، لأن إذا قال الشيخ أخذ إرسال المسرمات ثم بدأ العلماء، وكان أولهم ابن إدريس خالف الشيخ الطوسي في بعض المسائل، واستمرت عملية الاجتهاد إلى يومنا هذا، وعادت المرجعية ببركاته وببركات جهوده وبركات الماضين والآتين وإلى يومك هذا، في معزل عن العالم السياسي، السياسة تحتاج إليهم وهم ليسوا بحاجة لها، ما اتفق ولا مرة أن عينت السلطة مرجعا دينيا، ولا اتفق ولا مرة أن تسنم مرجع منصب المرجعية من ليس أهلا له، ولا اتفق ولا مرة أن احتاج مرجع للدولة، بل الدولة هي التي تحتاج إليه. وفي كل الظروف الصعبة بقي المرجع، خاصة المرجع الأعلى، محافظا على السير النظامي للحوزة العلمية وفي كل العالم. والمنطلق هو النجف الأشرف. In the late 18th century, the city of Najaf was besieged by followers of the Wahhabi doctrine, which prompted the clergy from the Hausa of Najaf to arrange for the construction of a wall around the city and build underground tunnels as a place of refuge for the women and children. The scholars during the time also arranged for the military training of all able-bodied men in case a war was to suddenly take place against the Wahhabi followers. هذه المدينة أحيطت بأسوار، والسبب لإحاطتها بالأسوار على اعتبار هي في وسط الصحراء وقد تكون معرضة إلى هجمات القبائل من وقت لآخر، ولذلك بنيت في المدينة 5 أسوار، كلما تتسع يهدم السور ويبنى سور آخر، وما زالت آثار السور الخامس باقية حتى يومنا هذا. أما الجانب السياسي الذي اشتغل به علماء النجف والحوزة النجفية، قد بدأ من حوالي عند تنصيب الشيخ جعفر كاشف الغطاء كمرجع عام على المسلمين، حيث كانت في تلك الفترة غزوات وهابية إلى النجف الأشراف، وكان من اهتمامه الشيخ جعفر بالنجف الأشرف وبهذه الحاضرة العلمية، حيث أول ما قام به بنى السور، سور النجف الأشرف أول ما بناه، بعد ذلك قام بالتدريب وبتدريب العلماء والطلبة العلوم الدينية على صد والدفاع عن الغزوات شنو الوهابية التي كانت تقصد النجف لأجل نهب ما موجود من كنوز في ضريح أمير المؤمنين، وقتل وسبي الأطفال الذي يتبعون هذا المذهب الحق. Under the rule of the Ottoman Empire, the city of Najaf experienced severe difficulties due to the direct result of repeated raids by Arab desert tribes and the Persian army. The city was engulfed with acute water shortages, causing a lack of reliable fresh water supply. It was after the First World War when the reign of the Ottoman Empire would end, and thus a new era was to begin for a new Iraq. First World War began in 1914. At the time, Iraq was an Ottoman-ruled area. It was divided into 3 different or separate provinces. North would be Mosul, and then in the middle, Baghdad, and then Basra in the south. And then each one of them was reporting to Istanbul.
The Ottomans were expelled in an uprising in 1915, after which Najaf was under the rule of the British Empire. The Shia Supreme Authority during that time issued a fatwa, a decree, to resist the British occupation, which led to what today is known as the 1920 Iraq Revolution. Many British soldiers were arrested and put into the prisons in central Najaf. Today, that same prison is known as the Najaf Central Museum, a museum which bears the memories of the 1920 Iraq Revolution. حينما دخل الإنجليز العراق حركة أعلن العلماء الفتاوى بالجهاد ضد الإنجليز لكن تكافؤ ما كان بين قوة العشائر بقيادة رجال الدين والجيش التركي المهلهل أمام الجيش البريطاني المتقدم القادم من الهند ومن غيرها قواعد كانت في الخليج فصار انكسار كبير في معركة الشعب التي شارك فيها العلماء كان سيد الحبوبي والحيدري وحتى السيد محسن الحكيم كان شابا وكان لكن أعادوا الكرة في الكوت فأسر 12,000 من الجيش البريطاني أسروهم وهزموا هزيمة كبرى لكن الأتراك جنرالاتهم وقادتهم العسكريين ما كان عندهم نية للبقاء فهم يعني فكرون يطلعون فجاء استطاع جنرال مود أن يحتل بغداد عام 1917 وبدأت مرحلة جديدة من الصراع. Immediately after the end of the war, Iraqis began to ask, when are we going to have our self-determination? And the British began to buy time. And then meanwhile, they exchanged the administration that was there by a military administration. Iraq was divided into districts, where every district a major from the British Army would be the governor. So by 1920, the successor of Sayyid Yazdi was the Mujtahid Muhammad Taqi al-Ha'iri or Muhammad Taqi al-Shirazi, he's called both names. He was the leader of the Hawza at the time. And he was known for his interest in revolting against the British. He made a famous fatwa saying that the Iraqis had the right to defend themselves, their interests, by carrying up arms. And that fatwa was used as the basis of the 1920 revolution. He also organized, just like what Sayyid Khoui did in 1991, he organized two different councils. One of them was called المجلس الملي and then the other called المجلس العلمي. The مجلس العلمي was made mainly of or exclusively from mujtahids and religious scholars to lead the spiritual and religious part of the state that was supposed to happen after the British. And the مجلس الملي was made of notables who were to run the political affairs. And he was presiding over both of them. To the lack of luck for everybody in the revolution, he died in August. The revolution, of course, began on June 30. So just while the revolution was at its highest, he passed away. And the moment he died, both of these councils were dismantled. And then it led the revolutionaries to ultimately form a government. And they sat there, formed what was called the Majlis al-Harbi, the military council made of the people who were leading the revolutionaries. The scholars urged the tribes in Najaf and surrounding areas to lead the revolution against the British. Many battles took place, mainly between Iraqi Shia tribal men and British soldiers,
which led to the killing of at least 6,000 Iraqis and around 500 British soldiers. Iraqis saw the revolution as a key element to the founding of Iraq itself. It also showed unprecedented cooperation between Sunni and Shia Muslims under the guidance of the scholars of Najaf. The revolution reversed the British plan for Iraq. The War Cabinet plan in 1916, even before the capture of Baghdad, was as follows. Basra, as a province, would be attached to some parts in the Gulf and then would be annexed, attached to the India office. India at the time was the eastern wing or arm of the empire. Baghdad was to be ruled as a state or a sheikhdom, if you will, through an Arab, but the British would be the rulers, just like some of the small states in the Gulf. And then Mosul was to be decided, either brought to Turkey or finding some local ruler. And so there was no Iraq in the British plan for that time. النجف لها دور قيادي سياسي يعني ضد الاستعمار العثماني ضد الاستعمار البريطاني كان لها دور القيادي الكبير وظلت تحمل راية المعارضة في أيام الحكم الملكي والعهد الجمهوري إلى عهد صدام حسين لعبت هذا الدور. The city's influence and importance declined during the tyrannical rule of Saddam Hussein as he brutally persecuted the Shias across the country. The Shia population did rise against Saddam on a few occasions, namely in the mid-80s and also in the famous uprising in the year 1991, led by the famous Ayatollah Sayyid al-Khoi and spread throughout the south of Iraq. However, all uprisings were crushed by Saddam and many were killed by his brutal regime and government officials. الواقع أن السلطة ضيقت على إقامة الشعائر الحسينية بشكل كبير حتى وصل الأمر أن المآتم تعقد بالبيوت سرا ومنعت كل الممارسات عدا الطبخ في المناسبات وبخاصة في شهري محرم الحرام وصفر. لكن هناك نقطة يمكن أن أقولها، العراق كله استجاب لأمر المنع، عدا النجف لم تستجب، وفوجئ الناس في عام 1975 إلى خروج مواكب متحدية للسلطة. فعندما صار المنع في عام 75 تصدت المدينة وخرجوا رجال من المدينة وتصدوا نظام الحكم، وإحنا كنا معهم في كل مكان نظهر هذا الحب وهذا التفاني إلى سيد الشهداء عليه السلام. ولكن السنة اللي بعدها 76-77 أرسلوا إلى محافظ النجف اللي هو اسمه جاسم الركابي على أن أي شخص يخرج إلى طريق الحسين اللي اليوم بالملايين، هذا كان ما بي أحد بذاك اليوم، يقتل في نفس المكان. In 1977, a new law was passed by Saddam's regime. There would be no further commemorations of the month of Muharram and the martyrdom of Imam Hussein. And most crucially, no one was allowed to visit Imam Hussein during Arba'een, the 40th day after the anniversary of the martyrdom of Imam Hussein, peace be upon him. لكن استعملت السلطة يمكن أن أقول العنف تجاه هذه المواكب وحوصر الناس في الصحن الحيدري الشريف ويمكن أن أقول هوجمت السلطة أيضا وكاد الأمر يؤدي إلى كارثة. هذه الحادثة كانت ممهدات لل 77 لعام 77 ولذلك عملية المنع التام الكامل شعر الناس بنوع من الفراغ في ممارسة الجانب الروحي. الاجتماع جمع رؤساء المواكب
اللي احنا من ضمن هاي المجموعه الثائره هالكوكبه عباس عجينه رحمه الله على روحه. فعندما بدا المحافظ بالترهيب والتهديد والوعيد فنهايه الجلسه او الاجتماع فجواب عباس كان جواب بطولي، رجال الامن موجودين المحافظه، مو رجال الامن اليوم، لا رجال صدام اللي عندهم امر الرمي والقتل في اي لحظه واحد يخرج. فقال له يا محافظ هذا كلامك دخل منها الاذن وخرج من الاذن الثانيه. فيوم 15 صفر اهالي مدينه النجف كلهم يخرجون مشيا على الاقدام الى كربلاء المقدسة. فتشكلت كتلة لمقاومة هذا الشيء. كانت من عادة النجفيين بيوم الأربعين أن يخرجوا في 17 من صفر، يعني قبل المناسبة بثلاثة أيام. هذه من عادتهم أن يسيروا مشيا على الأقدام إلى مدينة كربلاء. لماذا يوم 17؟ لأن النجف مغلقة يوم 17 تصادف وفاة الإمام الرضا. إلى حد اشترينا مقدار 600، أكثر من 600 علم كتبنا عليه نصر من الله وفتح قريب. الراية الرئيسية خطت بآية يد الله فوق أيديهم، فكانت مرعبة حقيقة، مرعبة للنظام. A group of youths decided to stand against the brutal regime of Saddam and sacrifice themselves for the cause of Imam Hussein. قبلها أنا مجموعتي اللي هم استشهدوا أنا كنت جايب قرآن ما بيننا يتقسمون على الموت وكلهم قسموا أنه نخرج ضد النظام إلى حد الموت. فتخرج الجماهير مشيا على الأقدام. هنا خرج التظاهرة، خرجت وهي تحمل شعار يد الله فوق أيديهم. حاولت السلطة أن تعترض المتظاهرين، ما تمكنت، وإنما أخذت التظاهرة بالازدياد. فمشت المسيرة إلى حد تحولت من صار هذا الصدام، تحولت في الطريقة لأنه تغيرت الشعائر أو الشعارات. مثلا سمعوا يا البعث يا الحاقدين، بالنجف ما ينمحي ذكر الحسين. جاسم الركابي، يا جاسم بلغ البكر تبع حسين ما ينكر. صدام قل للبكر تبع حسين منعوفة. تحولت الشعارات من شعارات حسينية إلى صدام مع النظام بوصول رسائل لهم. من عادة النجفيين في هذه الثلاثة أيام كل ليلة يبيتون في خان من الخانات. بين النجف وكربلاء ثلاث خانات واسعة. الخان الأول يسمى خان المصلى، وفي منتصف الطريق يسمى خان الحماد أو خان النصف، وهو أكبر الخانات. الخان القريب من كربلاء يسمى خان النخيلة. نقاط تفتيش في وقتها، مسلحات مدججة بالسلاح، نجدات، المهم اخترقوا هذا النقاط كلها. فوصلوا إلى خان الربع، أرسلوا قوة من رجال الأمن، إطلاق رصاص ما بينهم. بعدين إجوا الخان النصف. الخان النصف من إجت المسيرة فصارت مصادمات، لأن أرسلوا كثرة من البعثيين ورجال الأمن يسجلون أرقام السيارات، الأسماء، الشخصيات اللي موجودة. فصارت مصادمة إلى حد ما أرادوا الهجوم على مركز الشرطة فأطلقوا الرصاص فقتلوا هذا الطفل اللي هو سيد محمد أو عبد الأمير الميالي. The men had reached halfway between Najaf and Karbala, and the regime knew that if they let them reach Karbala, they would lead an uprising against Saddam. Orders from Baghdad reached the soldiers near Karbala,
and ordered them to kill anyone who tried to enter Karbala to commemorate Imam Hussein's martyrdom. فقبل ما يموت طلب من اللي حامله قال له أيد بس شغلة واحدة إذا متت دجداجتي بشباك العباس تخلوها. وبدأ الهياج بالشكل الكامل شهيد وهذه هي ملابس الشهيد فتجمهرت الناس بالشكل الكبير وبل كان التجمع في خان النخيلة. فبعد ما مشينا هذا كان هتافنا أسمع العباس نادى يا هلا بهاي الضيوف شلون أدي هالتحية وأنا مقطوع الشفوف. أنا رأيت بعيني أن ثياب الشهيد على سياج على سور الخان في الأعلى. لهناك أجت الإيفات، إيفات هاي اللي تحمل أفراد الجيش، بعد الإيفات مدرعات، بعدها دبابات، بعدها هم إيفات للاعتقال. يعني مو بس حاملة يعني جيش وياهم، لا سيارات فاضية حتى يخلون الناس اللي موجودين بهاي المنطقة. وفجأة فوجئنا بطائرات الهليكوبتر وهي تحلق على مستوى واطئ، الغرض منها إثارة الغبار بوجه الناس. فشفنا قنابل مسيلة للدموع، يعني صارت ملحمة. تصور بعد كلها وعت للخان، كلها طلعت، كلها خرجت، كلها بين طائرات بين دبابات بين جيش، بس اللي يسوقون الدبابات كان مواقف جيدة. فمن يجي يقول له اسحقني لبيك يا حسين يصيح يا حسين دموعه تنهم ويصفح عن المشات من أنصار الحسين. The army began to shoot anyone they believed was taking part in the walk towards Karbala. Many were killed and hundreds more were imprisoned. This destroyed the morale of those taking part in this revolt against the dictator Saddam. The crowds dispersed and only a few remained. بس انباوع عن المنظر الجيش نزل الإخلاء سووا للخان اعتقالات أي واحد يمشي. فمن ضمنهم يوسف ستار رحمة الله على روحه في الطريق قال له أنت تعدم وتقتل. قال أنا أريد أثبت أريد أوصل للحسين بين الدبابات والطائرات. فمش اعتقلوه يعني تدري مدججين بالسلاح نزلوا. الشيء الذي نقل من قبل الناس أنهم وصلوا إلى كربلاء ودخلوا الصحن الإمام الحسين عليه السلام، ويبدو أن هناك كمين نصب لهم فأغلقت أبواب الصحن وألقي القبض على عدد كبير من هؤلاء وسيقوا إلى المحكمة، ومنهم من حكم بالإعدام ونفذ بهم حكم الإعدام، ومنهم من حكموا بسنين عديدة. رأينا كربلاء كلها سجن، الحسينية سجن، المستشفى سجن، الجامع سجن، الملعب سجن، اعتقالات على قدم وساق. أي واحد في كربلاء اعتقله قال له لا أنت من ضمن الانتفاضة أنت تريد. السبب اللي صار هالشكل مجموعة من عدنا ما وقفت فعافت الطريق راحت إلى طريق ثاني ودخلوا إلى كربلاء وعزلوا كربلاء إلى حد رجال الأمن جعلوهم أجساد يدوسون على أجسادهم لأن سحبوا السلاح وراد يوقفوهم. فكان حقيقة مواقف حقيقة بطولية إلى زيارة الحسين إلى حد وضعوا الدجداشة في شباك هذا دجداشة القتيل وضعوها في الضريح. Those who reached Karbala carried the shirt of the youth Ali al-Mayani. They placed his shirt on the holy shrine of al-Abbas in Karbala. Young Ali was the first martyr of the 1977 revolution. T-
Today's walk of millions to Imam Hussein from Najaf to Karbala would not take place if it wasn't for those incredible youths who sacrificed themselves for Imam Hussein and defied the authorities of Saddam for their love of the Imam, who himself stood against oppression. ولذلك يمكن أن نلاحظ حصلت نكبات بالمدينة أيام العهد الماضي قبل عام 2003. المدرسة النجفية لم تسقط وإنما ضعفت صح، وهاجر كثير منهم إلى أوروبا، كثير منهم إلى إيران، لكن المرجعية الدينية ظلت بهذه المدينة إلى يومنا هذا. The brutal regime of Saddam tried its best to make the seminaries in Najaf less influential and forcefully removed the scholars from the seminary. Many scholarly families were rounded up and arrested by the regime's army. The likes of Bahr al-Ulum, Hakim, Kashif al-Khata and many others had their entire families arrested. One of those arrested was Sayyid Abdul Hadi al-Hakim. On one night in late 1983, he was taken from his home with his father from Najaf and imprisoned without a single accusation against him or his father. على ما العائلة كانت تتهيئ تسوي العشاء وترتب بالمطبخ، انطرقت الباب بقوة. خرجت فتحت الباب، دفعت كتلة من العسكريين بأسلحتهم رشاشاتهم مسدساتهم، اتجهوا بقوة إلى السطح، بدأوا ثم فتشوا كذا، ثم نزلوا للطابق الثاني، ثم نزلوا للطابق الأرضي اللي احنا كنا به. ونسيت محمد تقي الحكيم، والدي كان استوى جائم متحلل لابس دجاجة بيت، وأنا لابس بجامة متيئين حتى نتعشى. فأجوا الرشاشات مسلطة عليه، مسدسات مسلطة عليه، ليش طبعا ما ندري، ما كف السبب واضح، ولا أكو مقدمات، ولا أكو أمر قضائي، ولا أكو تهمة، ولا أكو جريمة، إيش؟ فأنت فلان، إيه؟ أنا فلان، مشو يعني؟ قال لهم زين خلي أبدل، قالوا لا، على الهيئة التي أنت عليها. سيد عبد الهادي، his father, and at least 30 other members from his family were rounded up in Najaf and arrested. They faced horrific torture from the cruel Ba'athist regime. إلى أن اكتمل عدد السادة بالأمن العام، أمن النجف، عفوا، من الشيخ أبو 80 سنة إلى الطفل أبو 13 سنة. وصلنا لبغداد قبل إلى مديرية الأمن العام، فغزونا مجموعتين، مجموعة خلونا قاعة كبيرة، وأفراد خلوهم في يسموه عندنا بالعراق انفرادي، انفرادي معزول عن الناس، مجموعة صغيرة يخلوها بغرفة صغيرونة ومقفول الباب. ذولا حالتهم تصير أشد من الحالة العامة اللي موجودة مجموعة كبيرة في مكان واحد. محور القضية طبعا غير همات أخذوهم، ومحور الأسئلة الدائرة عرفناها بعدين لما اجتمعنا كنا، باعتبار احنا عازلين هيجي مجامع مجامع، أنه أنتوا قرايب سيد باقي الحكيم شهيد المحراب، وهم يريدون يضغطون عليه حتى يسكت، حتى يسكت لازم يهددوا بعائلته. After the Iran-Iraq war, at least 20 members from the single one family were sentenced to death
by the government of Saddam, and only a few members were released. العدمو عدمو يعني والباقي ما محكوم طلعوا. طبعا احنا ما تخلي اختم حديثي بهذا من اعتقلوني الى ان طلعوني وكل احنا همات المجموعة هذه لا امر قضائي شفنا ولا قاضي شفنا ولا حكم صدر علينا اصلا احنا محجوزين مرهونين حتى صدام حسين حتى يقايض بينا جماعة سيد باقي الحكيم لا أكثر ولا أقل يعني إنسان محجوز 8 سنوات بلا تهمة بلا أمر قضائي بلا تحقيق بلا محكمة. ولكن يجب أن نعرف أيها الإخوة والأخوات يجب أن نعرف أن المرجعية الدينية هي فوق كل ذلك هي التي ترعى ذلك هي التي تمثل الأبوة. The blood has not stopped flowing. Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim, who lived in exile and led an opposition against Saddam, returned to Iraq after the fall of the brutal regime. But he too was killed in a tragic bombing in the holy shrine of Imam Ali, peace be upon him, in Najaf, only a few months after his return. Today, Najaf is not only a holy city, attracting millions of pilgrims who pay their homage to their leader, Imam Ali, but the city is also the learning capital of the Shia world. Residing in the city is the leading Grand Supreme Scholar, Ayatollah Sayyid Ali al-Sistani, who not only commands religious authority, but is seen by many as the shining light in a dark, gloomy, and uncertain Iraq. Like his predecessors, Ayatollah Sistani has protected Iraq with his wisdom and persistence for progress, prosperity, and above all, equality amongst all factions of the people. يا حادي العيس لا تعجل بنا وقفي نحيي دارا لسعدا ثم ننصرف لم يخلق الله في سهل ولا جبل أحلى هواء ولا أصفى من النجف.